بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الثانوية الشرعية في مدينة الباب وباقي المدارس في هذه المدينة اجتمعنا في هذا المكان في هذا المسجد المبارك حتى نعبر عن تأييدنا وموافقتنا لإخواننا الذين يبادون في مدينة غزة، ونستنكر هذا الصمت العالمي والإجرام العالمي والإجرام العربي والعالمي، وهذا ما نستطيع أن نقدمه. ونعد هذا الجيل، نحن كمعلمين أتكلم باسمي واسم إخوتي، نعد هذا الجيل هو لتحرير المسجد الأقصى إن شاء الله، حتى يكون كل واحد منهم صلاح الدين الأيوبي. ودائما نردد معهم في الشعار الصباحي: خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. والحمد لله هذه المعركة في حدود علمي ودراستي للتاريخ ما مر عليها في التاريخ البشري مطلقا، ليس هناك أي تكافؤ في لا في المعدات ولا في العادات. يعني غزوة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم معه 312 رجل، وكان الكفار 1000، ضعفين 3 أضعاف، لكن هناك سيوف، هناك أسلحة، هناك تكافؤ. أما هذه المرة الأولى في التاريخ البشري أن شعبا مقطوع عنه الماء والكهرباء والنت وكل موارد، ومحتل لا يملك أي مقومة من مقومات الجيوش، لا طيران ولا دبابات ولا مضاد ولا شيء، ويقاتل من تحت الأرض وقد ثبت شهرين ونيف أمام قوى العالم قاطبة. فوالله هذا شرف عظيم، وإني لا أرى بعيني وبقلبي بأن النصر قادم بغض النظر عن النتائج، ولكن نحن نثق بأنهم ركعوا العالم كله وغيروا نظرة المسلمين إلى أنفسهم وإلى تاريخهم وإلى واقعهم، وهذا بداية فتح مبين وقريب إن شاء الله. لكنك هنا الحمد لله. ننظم اليوم بالتعاون مع عدد من مدراء المدارس والطلاب بتنظيم وقفة تضامنية مع أهلنا في غزة. هذا اليوم طبعا نحن نعبر فيه عن الألم الواحد والوجع الواحد الذي يتعرض له شعبنا في غزة، وإن شاء الله تعالى هي بادرة نصر قادم، إن شاء الله هي بادرة وعي لهذه الأمة، من خلالها إن شاء الله يحصل التغيير الجيل القادم بعون الله تعالى. نسأل الله تعالى الفرج والتمكين إن شاء الله والنصر لأهلنا في غزة.